الحاكم الفاطمي الذي منع النساء من الخروج من منازلهن ومنعهن حتى من النظر من نوافذهن. عن الحاكم بأمر الله الفاطمي أتحدث، وعنه اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. لكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ونشره. هو من أغرب الحكام في التاريخ الإسلامي، سخر التاريخ باستمرار من الأوامر التي أصدرها. يرتبط اسمه بالعديد من الحكايات العجيبة والغريبة. ففي سنة 405 هجريا منع الحاكم بأمر الله النساء من الخروج من منازلهن، منعهن أيضا أن يطلعن على الأسطحة، كما حرم عليهن حتى الخروج إلى الحمامات. حصل هذا حقا في مصر في العهد الفاطمي، ولقد قتل الحاكم بأمر الله خلقا كثيرا من النساء على مخالفته، وهدم بعض الحمامات عليهن، كما أنه استعمل عدة نساء عجائز في سبيل استطلاع أحوال النساء، فإذا علم بأن إحداهن تعشق أو تعشق أهلكها ولم يراعي فيها ذمة. ثم أنه أكثر من الدوران بنفسه ليلا ونهارا في البلد تطلع أخبارهن، فكان كلما وجد خلقا يخالفونه أهلكهم وأغرقهم. وقيل بأنه في تلك الفترة لم يستطع أحد أن يصل إلى أحد إلا نادرا، هذا ما ذكره عنه ابن الكثي. وقيل بأن سبب ذلك أن الحاكم بأمر الله علم باستشراء الفساد وبكثرة انتهاك الحرمات، فأسلمه عقله إلى هذه القرارات العجيبة. قد يخيل إليكم أنه كان يراعي كثيرا الأحكام، إلا أن هذا الحاكم كان غريبا لدرجة أنه كان أول من ينتهك الحرمات، وأن الأمر قد وصل به إلى ادعاء الألوهية. وبالتالي أعزائي، فإن الحاكم الذي منع النساء من الخروج من بيوتهن هو الحاكم بأمر الله. أتمنى أن تعجبكم هذه المعلومة وتفيدكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.